نقيس به الأحد. دب دب عظيم. إذن اليوم تحضرون معنا هذا الدينامية ديال الدعم التربوي اللي كاين على مستوى المؤسسة التعليمية بالجهة خلال هذه العطلة البينية اللي بغينا نستثمروها بمشاركة ديال الأطر الإدارية والتربوية مشكورة اللي بذلت واحد مجهود كبير في إنجاح هذه العملية. ولا يخفى عليكم أن اليوم الدعم التربوي هو واحد الآلية وواحد المقاربة التربوية أساسية لتجاوز تعثرات ديال التلاميذ وأيضا استدراك كل تأخر ممكن في هذا المجال ديال التحصيل الدراسي. اليوم كاين هناك يعني دعم مؤسساتي مجاني داخل المؤسسات التعليمية بإمكانيات ديال الأكاديمية والوزارة وأيضا بإمكانيات ديال الشركاء خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أيضا المشاركة ديال الطلبة ديال المدرسة العليا للأساتذة وغيرهم، ولكن الفاعل الأساسي هم الأطر التربوية من هيئة التدريس وأيضا الأطر الإدارية التابعة للقطاع. اليوم كاين إقبال من طرف التلاميذ وأيضا يعني بفضل ديال المشاركة والدعم ديال الجمعيات الآباء والأمهات والأسر عموما. وقلت أن هذا الدعم التربوي المجاني اللي كنقوم به هو ضمانة أساسية من أجل أولا قلت مساعدة التلاميذ المتعثرين والمساهمة أيضا في إطار التحصيل الدراسي، ثم أيضا هو واحد الآلية رئيسية اليوم أصبحت معتمدة بشكل كبير منذ اعتماد خارطة التاريخ 2022-2026 واللي خدات شعار الجودة يعني كهدف استراتيجي لها. لذلك غادي نلقاو مجموعة ديال الأنواع ديال الدعم، سواء الدعم المندمج للمؤسسات العادي او الموازي او عبر مقاربة الطار او الدعم الرقمي. اليوم كاين واحد مصطلح اساسي يطلقتها الوزارة اللي هي متاحة لجميع التلاميذ وتخضع لضوابط بيداغوجية وتربوية يعني تم تحسينها وفق مقاربة تربوية بيداغوجية اشرف عليها الخبراء ديال الوزارة في هذا المجال. ايضا من بين الاهداف الموازية لهذا الدعم التربوي المجاني قلت هو انه كيساهم بشكل كبير من الحد من الساعات الإضافية المؤدة عنها اللي كتتم خارج المؤسسة التعليمية وللأسف اللي كتحد من تكافؤ الفرص. إذن هذه الدينامية هذه ما يمكن لها إلا تكون واحد يعني الإضافة قيمة مضافة في هذا الطموح بناء هذه المدرسة الجديدة مدرسة الجودة التي نطمح إليها جميعا. هاد بالنسبة للدعم التربوي تم وفق واحد الخطط إقليمية وخطة جهوية، ولكن تم التركيز أساسا من أجل ترشيد الإمكانيات على يعني المستويات الإشهادية وعلى المواد الأساسية باش يكون الجهد ديالنا يؤدي النتيجة ديالو. جميع الأسر اليوم هي تم إخبارها عن طريق إعلانات التواصل ديال المؤسسات التعليمية، والحضور الوازن ديال التلاميذ هو يعني دليل بأنه الجميع اليوم منخرط واعي بالاهميه ديال هذه المشاركه، علما بان هذه الفتره ديال هذا الدعم التربوي ليس مقتصرا على هذه العطله البينيه، هو عمليه مستمره فقط تم استثمار هذه العطله بما تتيح من امكانيات ديال الفضاءات من اجل يعني الرفع من اعداد المستفيدين.